انت يعني احنا قلنا تشكيله، انت ليك افراد او تشكيله معينه او شايف ان ممكن يحط لاعب على حساب لاعب بالنسبه للتشكيله ديت؟ لا هو دي يعني الاقرب للواقع، يعني تحليل الدكتور يعني 10 على 10، انا ما اقدرش اضيف عليه، لانه حتى لو قلت لك انه هيشيل مثلا اليو بادجي في المباراه دي وحط حمدي فتحي، لا المباراه عاوزه نفس، عاوزه ثلاث رئات، عاوزه انت هتواجه فرقه متميزه جدا في صناعه اللعب، يعني في نص الملعب سرعه جدا في نقل الكوره، هو عارف، هو الراجل موسيماني قاري كده وحافظ وعارف مواجهاته مع كل الفرق دي، شافهم ولعب معاهم وعنده مشكله، يعني مش عايز اقول عنده مشكله معاهم، لا هي دي الكوره، بكسب وبتخسر وبتكسب وبتخسر، بس الوضع ان شاء الله هيكون مع الاهلي الوضع مختلف، يعني برضو رغم الظروف دي كلها لكن تجهيزه للفرقه نفسيا وفتره الثلاث اربع ايام اللي هيقعدوا في المغرب والقفله على الفريق اكيد اكيد هيبقى فيها شغل كتير جدا، لكن ده الافضل. وكويس انك انت لما تحتفظ بوجود مثلا ممكن يفكر مثلا في ظل المباراه ممكن يفكر انه يدخل هاني مع ياسر ابراهيم ويلعب احمد فتحي، يعني ممكن برضه دي حسب الحلول، لو عشان حصل حاجه الحلول ممكن يعني حسب يعني برضه قراءته لما هيتفرج وهيشوف، برضه اكيد هيبقى عنده ممكن يبقى عنده يبقى التفكير، لان المباراه دي مباراه خبره برضه محتاجه برضه انك تخرج فيها بسلام. وانا بقول لك انه حسم التاهل للمباراه النهائيه ها وقلت لحضرتك قبل كده يبدا من المغرب، مش انتظارا لعوده القاهره، لا المباراه هناك هي المباراه خلاص، ما فيش اسميها الارض بتلعب مع اصحابه والكلام ده خلاص، في ظل الاوضاع الحاليه انت مطالب انك انت تحقق مكسب خارج ملعبك بنتيجه ايجابيه كبيره جدا، لازم تعرف ان النتيجه اللي هناك هي اللي هتريحك هنا طيب. لكن انتظار الى ما بعد العوده ممكن مش تعمل لك مشكله، يعني ممكن يبقى فيها في مثلا محمد هاني في اخر مباراتين عامل شكل حتى تغير في التحرك بتاعه في القطع والتحرك من الداخل والتحرك على الخط، في عامل في يعني في تحسن، الراجل في حاجه بيعملها. احمد فتحي انا بقول لك ليه يفكر فيه حسب ظروف الماتش، يعني او حسب ما هو قارئ او حسب ما هو شايف انه احمد خبره احمد فتحي هتفيده بحاجه او ممكن يحتفظ بيه بورقه يستفيد بيها في الشوط الثاني لو حصل اي ظرف في خلال المباراه. لكن نص الملعب بادجي ومثلا سليه هم الانسب، قفشة وعلى يمينه وحسين الشحات، وحسين الشحات لازم يعرف انه دي مباريات الفرصه والنصف فرصه والربع فرصه، المباريات يعني ايه المباريات دي مش هتجيلك فرصتين ثلاثه فانت براحتك هتخلص، لا لازم مزيد من التركيز والقوه وما فيهاش مساله لا، يعني عاوز الاداء اسرع بالنسبه له والناس مراهنه عليه، يعني اتمنى اجاي انه يكون فايق، اجاي مهم جدا خلي بالك، ويقدر يعمل جبهه قويه جدا مع علي معلول، وممكن كمان لازم تبقى فاهم ان الوداد برضه هيضغط على الجنب ده، يعني هيضغط على علي معلول، محتاج مساعده كبيره جدا، لان انت عارف مباراه يعني مباراه نفس، مباراه لياقه بدنيه وهتبقى فيها كميه جري كبيره جدا، الفريق الاكثر هدوءا، الفريق الاكثر استفاده من الفرص اللي هتروح ليه في المباراه، الفريق اللي هيعرف يستفيد من التفاصيل الصغيره، هي في المباريات دي دايما تفاصيل ودايما حاجات، دايما كره ثابته، دايما ضربه ركنيه، دايما تسديده، الحاجات دي كلها ممكن هي اللي تخلصك المباراه.